معك دكتور غيث، رفض الرئيس بايدن إرسال مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا، هل من صدى لهذا الرفض عندكم في كييف دكتور غيث؟ حتى هذه اللحظة نحن نراقب إمكانية رفض الجانب الأمريكي إرسال طائرات F-16، ونحن أيضا شاهدناها منذ فترة بأنهم أيضا رفضوا إرسال منظومة باتريوت، وبعد ذلك تمت الموافقة عليها. أيضا الدبابات الهجومية كانت مرفوضة، وأيضا بعد ذلك تمت الموافقة عليها. إذا نحن نتحدث عن سيناريوهات وأيضا اختلاف بين وجهة النظر بين الحينة والأخرى. كانوا يراهنون الروس على الجمهوريين، ولكن أثبتوا الجمهوريين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هم الداعمين لإرسال المساعدات العسكرية الطارئة إلى الحكومة الأوكرانية. إذا كل شيء سوف يتغير في الأيام والأسابيع المقبلة. الحرب ما زالت مستمرة وسوف تستمر لحين طرد الاحتلال الروسي من الأراضي الأوكرانية، وسوف يقاتل كل المواطنين الأوكران نساء ورجال وحتى أطفال لآخر قطرة دم موجودة فيها داخل الأراضي الأوكرانية لطرد الاحتلال الروسي. مزامعهم بأن شبه جزيرة القرم سوف تكون إسرائيلية أو إلى آخره، نحن نعلم جيدا منهم يسكن شبه جزيرة القرم كانوا التتار، وأيضا بعد ذلك دخلوا المستوطنون الروس إلى داخل تلك المدينة. وشبه جزيرة القرم استوطنها الروس وأيضا التتار والأقلية الأوكرانية. التتار هم جزء لا يتجزأ من أوكرانيا بالمناسبة، وهم لديهم جمهورية مستقلة ذات حكم سيادي داخل الأراضي الأوكرانية ومعترف بها ضمن الدستور الأوكراني. من قام بإعطاء تلك الدولة أو تلك شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الأوكرانية هو غورباتشوف، إذن هو رئيس آخر اتحاد سوفيتي موجود في داخل الأراضي السوفيتية، هو من أعطى ورسم الحدود. كانت أوكرانيا هي مستمدة داخل حتى الأراضي الروسية، تحدث بأنهم أن الأوكران هم جزء لا يتجزأ من الروس. شكرا. حقيقة لا، الروس هم جزء. شكرا يا دكتور دكتور غيث مناف، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نذكركم مشاهدينا بضرورة ضبط أجهزتكم على التردد الجديد للقناة التاسعة 12687 أفقي، هذا ضروري لكي تتابعونا عبر ساتلايت. كذلك نسعد دائما بمتابعتكم عبر منصاتنا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة يوتيوب. اتركوا تعليقاتكم معنا، وبإمكانكم طبعا أن تشاركونا في أي فكرة أو مقترح من خلال هذه التعليقات، نسعد بها دائما ونتشرف بمتابعتكم واهتمامكم. شكرا لكم، دمتم في أمان الله.